معك السيدة فدوى هرنفي من مواليد مدينة بركان. قريت الدراسة ديالي كانت مدينة بركان، ومن بعد درست في جامعة محمد الأول، حصلت على الإجازة في القانون الخاص، ومن بعد مشيت لفرنسا كملت الدراسة ديالي. وأنا حاليا مقيمة في بلجيكا في بروكسل، حصلت على دبلوم في العلوم الموسيقية، وكندرس آلة البيانو أنا في السنة السادسة، وكندرس مسرح سنة ثالثة، والسنة الثانية كورال. أكيد كانت معاناة جسدية ونفسية مع مرض السرطان، أنا أصبت به في سن 35 سنة، وللأسف كان مرض وراثي، لأنني كانت هذه التجربة اللي مريت بها عشتها مع الوالدة ديالي والخالة ديالي والجدة والخال، يعني مرض وراثي. في الأول أكيد وقع المرض يكون صعب على الإنسان باش يستوعب صدمة قوية، ولكن مع الصبر والإيمان والتحدي والإرادة حاولت نتجاوز هذه المرحلة فترة بفترة، حتى أكيد أن المراحل ديال العلاج كانت صعبة، من كيماوي ومن إشعاع، يعني مراحل صعبة، ولكن كان هناك إصرار وكان هناك تحدي، لأنني كما قلت لك عشت هذا المرض في العائلة ديالي، وللأسف توفوا، ولكن أنا خديت واحد تحدي لهذا المرض، حاولت أنني انتصر عليه بأي وسيلة، وباش نقول لك بأنه كانت هناك إرادة، كنت كنتعالج بهذا المرض، وفي نفس الوقت كنت كندرس موسيقى، كنمشي للمعهد الموسيقي عادي، كنواصل الدروس ديالي عادي، ويعني عشت الحياة ديالي بطريقة يعني عادية، حاولت نتجاوز هذه المرحلة، والحمد لله انتصرت على هذا المرض بالأمل، ومع أنه كان يعني كانت درت واحد العمليات الجراحية كثيرة، يمكن غادي الناس غادي تصطدم، درت 18 عملية جراحية، ولكن ما وقفنيش هذا أنني نسير المراحل ديالي بطريقة عادية، وديما نفكر بإيجابية، لأنني غادي إن شاء الله غادي نتعالج منه، والحمد لله الحمد لله. أكيد أن الواحد يتعلم مسائل كثيرة بينك يعني بأي مرض، ودائما كنقول بين قوسين مرض السرطان مرض كجميع الأمراض، يمكن هذا المرض قوام الشخصية ديالي وخلاني نحب الحياة أكثر ونتشبت بالأمل ونعيش حياتي وما نفكرش في السلبيات، أنني كل يوم أنا بالنسبة لي هو أمل جديد وحلم جديد أنني نواصل حياتي بطريقة طبيعية. يعني هذا المرض بالنسبة لي ما كانش فيه عقبات، أنا كنشوف صادقت المرض باش نقدر نتحدى وباش نقدر نتعالج ونتشافى منه. هو أنا البداية ديالي باش نحدد المرحلة اللي وصلت لها الكتابة ديال الشعر، أنا بديت بالرسم، أنا أصلا كان يعني صديقة وفية للريشة والألوان، ولكن أكيد أن في المرحلة ديال المرض تقربت أكثر إلى الكتابة، لأن لقيت فيها يعني كانت بالنسبة لي هي تعبير وجداني عن كل ما يخالج النفس من تناقضات، من تحديات، من كل ما أشعر به داخليا، يعني لقيت القلم صديق أنني نفرغ هذه الطاقة الإيجابية أو السلبية من بعد المرض. أكيد أن بالنسبة لي أنا على حسب تجربة ديالي أن المرض يخلي الإنسان أكثر تخصنصيب، يعني حساس كثير، يعني غادي يكون قريب من أي موضوع معاش في المجتمع. أنا بديت أول قصيدة لي هي صرخة جسد، اللي هي تعبير عن تجربة الشخصية ديالي مع المرض. أكيد الناس ما غادي تسمع صرخة جسد يمكن غير تخيلها بأن الكتاب كله على المرض، لا، كانت قصيدة واحدة اللي هي صرخة جسد اللي اختارتها كعنوان الكتاب، لأن أول قصيدة كتبتها واختارتها عنوان هذا الكتاب، ولكن هناك مواضيع ثانية، مواضيع اجتماعية، مواضيع اقتصادية، مواضيع سياسية، مثلا تكلمت أيضا على الوالدة ديالي، قصيدة اسمها أمي،
تكلمت على مواضيع مثلا ديال الإرهاب اللي احنا كنعيشو في هذا المجتمع، يعني الصراعات المذهبية، وتكلمت على قصص ديال الحب وعلى الخيانة، يعني مواضيع متنوعة. كنأكد دائما هو الأمل، هو الأمل، لأن مرض الصرع احنا عارفين فيه مراحل، فيه المرحلة الأولى الثانية الثالثة، يعني ما الواحد ما يقولش أنا وصلت المرحلة الثالثة سي يعني سلفة، لا بالعكس. أنا كنأكد تجربة ديالي الخاصة أن 70% ديال الشفاء هو الإنسان نفسه، يعني إذا كانت النفسية مرتاحة وكانت قوية أنا نعطيكم الأكيد أنه غادي ينتصر على المرض. لأن أنا شرحت لكم أنا مريت بتجربة جد قاسية، لا فيها في العلاج لا في العملية الجراحية، ولكن الحمد لله كنت متفائلة جدا. ونعود هذه الكلمة اللي قلتها قبل، أنا كنت صديقة لهذا المرض، يعني ما كانش يمثل لي رعب أبدا، بالعكس أنا كنت جد متفائلة. وهذا هو النصيحة اللي تقولها الناس، أكيد أن الواحد، هذه أول نصيحة، هو التشخيص المبكر، أكيد أنه كيفيد جميع أنه ما يوصلوش لمراحل علاج كيماوي، يعني يختزلوا بشلة ديال المراحل. ولكن الواحد لا قدر الله وما تشخص المرض باكرا ما خصوش يفقد الأمل، بالعكس خص تكون الشخصية قوية جدا والأمل وبالإرادة وبالصبر غادي يتخطى هذه المرحلة. أنا كتجربة شخصية كنأكد ونعاود ونزيد نأكد أنه 70% من الشفاء هو الإنسان، يعني نفسية الإنسان تكون مرتاحة. أكيد أنا لي فخر أنني نكون سبب في التوعية في شي جمعية اللي تكون في بعد خاصة بالسرطان. إلا كنت أنا ولو نقدم شيء بسيط أكيد هذه كلها شرف وفخر، هي فكرة تراودني إن شاء الله غادي تكون. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.